اهلا وسهلا اعضاء مادنس فيبر شانل، وحشتوني جدا. رجعت لكم النهارده بالريفيو اللي كلكم سالتوني عليه، بالريفيو اللي كلكم بتبعتوا لي عليه مسجات، بالريفيو اللي كله مستني اعرف رايي فيه. هنتكلم انا وانتم النهارده مع بعض على بوما من فيبر ستورم. خلونا نروح نعمل لها انبوكسنج مع بعض ونتفرج على محتويات العلبه ونشوف منيوهاتها ونرجع نتكلم عليها مع بعض. يلا بينا، يلا نفتح علبة البوما ونشوف محتويات العلبة. بس خلونا ناخد جولة سريعة مع العلبة بتاعتها. عندك هنا فيبر ستورم اسم الشركة اللي عاملة المود، وده شكل المود، دي الشاشة بتاعته، بوما بوكس مود. الجنب ده مكتوب عليه بوما، الجنب التاني مكتوب عليه فيبر ستورم، وجنب تاني مكتوب عليه الالوان بتاعتها، وكلها جرافيتي ستايل. واخر ناحية معانا الويب سايت بتاعهم www.vstormesec.com made in China. ظهر العلبة شوية بيانات عن الكونتيننت بتاعت البوكس وشوية سبيسيفيكيشنز عن المود، كل ده هنتكلم عليه دلوقتي. وهنا عندك السكراتش كود مكتوب عليه فيبر ستورم بالعلامة المائية بتاعتهم. تقدر تسكراتش الكود وتسكان الكيو ار بتاعك ده وتتأكد كده اذا كانت هي اوثنتك او كلون. خلونا دلوقتي نستعرض محتويات العلبة مع بعض. العلبة بتاعتها فيها هنا ماجنتيك، اول ما بتفتحها هتلاقي هنا الشكل ده، فيبر ستورم، فيبر ستورم بوما. هتفتح لفوق كده هتلاقي برضو الكلام اللي كان مكتوب على الظهر هو نفسه اللي مكتوب هنا. وهنا حبوا ينوهوا عن اربع حاجات. اولا ان المود بتاخد 0.1 سكند عشان تو بيرن هيت، ودي حقيقة، عشان كده المود دي كل الريفيورز وكل الناس اللي اتكلمت عليها وكل اليوزرز اللي جربوها حسوا بفرق باور اللي فيها وقد ايه هي سريعة في تسخين الكويل. هنا عندنا هاي سيكيورتي وعندنا اوفر تشارج بروتكشن واوفر ديسشارج بروتكشن، عشان لو انت هتشحنها باليو اس بي هو بيطمنك ان الشبايه فيها امان، ما تقلقش من التشارجنج. بس برضو اي ام نوت ريكومندنج الشحن الانترنالي، ما دام بقدر اوصل للبطاريات بسهوله يبقى اشحنها خارجيا احسن وامن. اول حاجه في العلبه كان في الفيبر ستورم اليوزر مانيوال بتاعها، بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه. كارت برضو عشان ما تستعملش اي بطاريه الراب بتاعها فيها اي دامج او تكون مقشره او فيها اي مشكله. واخر حاجه فيبر ستورم، فيبر ستورم سيرتيفيكيت اوف انسبكشن عشان يقول لك ان هي كواليتي كنترول باس. الكابل بتاع اليو اس بي بتاعها عشان التشارجنج وعشان الابديتنج، واي ام نوت ريكومندنج تشارجنج انترنالي. واخر حاجه في العلبه معانا المود. انا معايا الفيرجن الكاموفلاش زي ما انتم شايفين او المموه. خلونا ناخد المود لفه زي ما احنا متعودين ونتكلم عليها ونشوف منيوهاتها بعد ما نركب لها بطاريات. ايه رايكم في المود بعد ما اتفرجنا عليها؟ المود جميله قوي قوي قوي، المود خاماتها حلوه وجميله وملمسها رائع. زي ما انت شايف كده زرار الفاير بتاعها كبير كليكي ومش متعب لصباعك وانت بتدوس عليه. الشاشه بتاعتها كبيره والبيانات واضحه عليها جدا، هوريها لك دلوقتي في الفيديو. زرار البلس والماينس برضو كليكي ومش هتتلخبط فيهم ان هم قريبين من بعض، لا محسوس ان ده ايه وده ايه. عندك بعد كده اليو اس بي، وهو زي ما شفنا ان هي بتتشارج باليو اس بي، وعاملين لك اوفر تشارج وعاملين لك ديسشارج، كل دي بروتكشنز عشان تحمي البورده بتاعتك من الشحن. بس ارجوكوا بلاش تشارج داخلي. دي كلها فينتنج هول، كل ده فينتنج هول. هنا زي ما انت شايف كده محفور كلمة فيبس زي ما كانت مكتوبة على المود البوكسر وعلى الريبل، محفورة كده لجوه. السنتر بين بتاعها 510 والكونكشن بتاعها قوي جدا والثريدرز فيها ناعمة قوي والسبرينج لودد بتاعها قوي. وعندك هنا السنتر بين جولد بليتد عشان تضمن ان انت بتاخد توصيل جيد للكهرباء اللي خارجة من البطاريات. دي مسامير عشان فك المود. قاعدة المود تحت ما فيهاش اي حاجة غير برضو المسمارين اللي بيقابلوا المسمارين اللي فوق عشان تقدر تفك المود. نفتح الظهر مع بعض. اول ما هتفتح هتلاقي مكتوب بوما 200 وات فيبر ستورم، وهتلاقي هنا برضو الريبون بتاعهم شيك جدا مكتوب عليه فيبر ستورم عشان تقدر تطلع بطارياتك بسهوله. الماينس هنا والبلس هنا، وبرضو الكونكشنز كلها جولد بليتد عشان تضمن ان انت بتاخد توصيل جيد للحراره. عندك الماجنتكس بتاعت الباب هنا الاثنين معمولين، وفي الباب مش هتلاقي فيه ماجنتك موجود ولا انت شايف ماجنتك في اي حته في الباب. الماجنتك انستولد جوه الباب
محطوط هنا في الحتة دي جوه عشان ما يطلعش منك ولا يقع ولا يحصل له اي مشكلة. تعالوا نركب بطاريات ونتفرج على منيوهات المود بسيطة في منتهى الجمال والبساطة اللي في الدنيا. تعالوا قبل ما نحط لها بطاريات ونتفرج على المينيوز بتاعتها نعمل لها كومباريزن ما بينها وما بين البوكسر والمينيكن في الستايل وفي الشكل وفي الوزن. دي المود البوكسر اهي زي ما انت شايف انجريفت هنا البوكسر بتاعها وبرضو الماتيريال بتاعها 3D printing. هنا الماتيريال بتاعها على رابري شوية وانا بفضل الملمس ده عن الملمس ده، ده بيقشعرني جدا، ده ملمسه احلى والذ. ده شكلهم كده من الجنبين، وهنا من الظهر، وده من الجنب التاني، وده من فوق من ناحية السنتر بين. هنا في اربع فتحات للاير فلو للتنكات القديمة اللي ما كانش فيها اير فلو، وهنا تلاتة سنتر بين برضو سبرينج لودد وجلود بليتد، وهنا برضو الظهر مفيش اي حاجة، نفس فتحات الفنتنج هول، حتى نفس السايد اللي مكتوب عليه الانجريفد هنا فيبس وهنا مكتوبة بوكسر. الزراير هنا ده تقيل في البوكسر، والبلاس والماينس برضو تقال، هنا اخف والذ وكليكي اكتر. يو اس بي تشارج الاثنين برضو في نفس المكان تقريبا، الاثنين ايدنتيكال والاثنين تعتبر واحد، لو مسكت دي في ايدك ودي في ايدك اللي هيفرقهم معاك بس الفيلينج بتاع الماتيريال. تعال نبص على المانيكان جنبهم، طبعا مش هتكلم على فرق الوزن ما بينهم وما بين المانيكان لان في فرق تقريبا 100 وشويه جرام ما بينهم هما الثلاثه، انا عايز بس اوريك الفرق في الشكل. يعني هي دي واخده انسيابيه اكتر، وهنا برضو واخده انسيابيه اكتر من البوكسر، تعتبر شوية بلكي عنهم هما الاثنين، وده هما على الجنب والتلاتة على الظهر. دي الفروقات في الشكل ما بينهم هما التلاتة. تعالوا نشوف الوزن ما بين البوكسر وما بين البوما على الميزان الحساس. البوكسر 56.7 يعني 57 جرام مقارنة بالبوما اللي عاملة 70.8 يعني 71، يعني الفرق لا يذكر، اقسم بالله الفرق لا يذكر. بس كده، ده اللي كنت حابب اوريه لكم قبل ما نحط البطاريات ونشوف المينيوز بتاعتها عاملة ازاي. يلا نحط البطاريات ونتكلم على المينيوز مع بعض. اول ما بتحط البطارية المود بتفتح اوتوماتيك على المينيو على طول بتاعتها، لما بندوس فاير هتقول لك تشيك اتومايزر عشان ما فيش اتومايزر راكب عليها. تعالوا نشوف مع بعض البيانات اللي بتعرضها لنا الشاشة. عندنا اول حاجة المود اللي احنا شغالين عليه الباور، هنا عندك 5 واط، عندك هنا 200 فارنهايت، انا مش عارف ليه مبيناها، المفروض دي بتبان في التمبريتشر بس، دي من الحاجات اللي ما كانتش عاجباني في الشباية ان هي مبينة لي الفارنهايت او السيليزيوم، انا مش محتاجه وانا على الباور مود، انا محتاجه وانا على التمبريتشر. هنا عندنا البطاريتين، برضو البطاريتين الفرق اللي بينهم ده من بطارياتي انا مش المود هي اللي عاملاه، لان البطاريات دي كانت شغاله في مود تاني وشلتها ركبتها هنا. المود بتشتغل على البالانسنج باتريز، فهي بتنزل مع بعض البطاريات، مفيش حاجه البطاريه بتنقص قبل الثانيه. عندك هنا الوات اهو، حرف ال W ده عشان الوات اللي هي الخمسة وات اللي احنا واقفين عليها. عندك تحت هنا بقى الخانه الاخيره الفولت، الامب، المقاومه، السكندز بتاعت الفايرنج بتاعك قد ايه. طيب لما نحب ندخل على المينيوز بتاعتها ما فيهاش غير المينيو دي، انك انت بتدوس على البلس والماينس مع بعض، هتلاقي هنا البلينكينج بتاع في دبليو اللي هي فاريبل واتج، هتبدا بالبلس تغير المود بقى التمبريتشر اهي، وان اي النيكل، تاني هتبقى ستانلس ستيل، تي اي تيتانيوم، وهترجع على الميموري 1 ميموري 2، وبعد كده الباي باث مود ان هي تشتغل ميكانيكال، وترجع على الفاريبل واتج مره تانية. طيب لو احنا على الفهرنهايت وحبينا نغير، هتدوس على الفاير بعد ما احنا نقف على الان اي، هتديك هنا الباور سيت ان انت تظبط الوات بتاعك اللي انت هتشربه على الفهرنهايت ده قد ايه، وبتدوس دوسه تانية بيجيب لك التي سي ار، هو بيبقى ظابط القيم بتاعت الان اي في التي سي ار، فانت مش محتاج تلعب في الارقام دي خالص بس، وبيرجع على الان اي تاني، وبتبدا تخرج من المنيو بانك انت تدوس عليها ثلاث دوسات هتخرجك من المنيو وترجع على الفهرنهايت. خليني بس ارجع على الباور مره تانية كده، انا على الباور ابدا اتحكم فيها، هي من 5 لحد 200 وسريعه جدا، سريعه في ادائها وسريعه في ارقامها وسريعه في كل حاجه. المود دي تحس ان هي فيها سنه شطاني كده. خلونا دلوقتي نركب الاوتومايزر ونطلع نتكلم عليها مع بعض، لان مفيش اي حاجه تاني تذكر في المينيوز بتاعتها، زي ما قلت لكم سمبل 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 ا بيس اوف كيك. يلا بينا. و
ورجعنا مرة تانية بعد ما عملنا الانبوكسنج واتفرجنا على المنيوهات السهلة جدا اللي ما فيهاش اي حاجة ممكن تذكر من التعقيد، هما الزرارين بتغير فيها المودز بتاعتك وشكرا على كده. الجميل بقى زيبو ستورم، الشركة دي اول ما ظهرت في 2015 وعاملة شوية مودات شكلهم حلو قوي. يعني بصوا اتفرجوا معايا كده على شكل المودات دي من الالوان ومن التصاميم ومن الاشكال، الشركه بجد عامله شويه حاجات حلوه، بس محدش التفت للشركه دي ولا ركز معاها غير في الموديل بوما اللي هو اخر اصدارات الشركه واللي يعتبر اللي نجح في كل الموديلات اللي فاتت واللي سمع في العالم كله مش في السوق المصري بس. بوما اخد نفس الستايل بتاع البوكسر، بالعكس انا شايف ان الماتيريال بتاعته في ايدي وملمسها في ايدي للناس اللي جربت البوكسر والماتيريال بتاعت الريبل والبوكسر اللي هي زي بعضها، الفيلينج بتاعها خشن، في سنه خشونه كده انا عن نفسي مش بفضلها، بتعمل لي اشعره في جسمي، لكن دي رابري ملمسها حتى يعني مش يعني هي قريبه من التسلا بس هي مش زي التسلا خالص، التسلا تحسها رابر بلاستيك حقير ضعيف يعني ما ينفعش كان يستخدم فيها بصراحة، رديئة جدا، لكن هنا لا، هنا تحس ان هو الرابري بس خامة احسن، خامة اعلى، خامة انضف، الزرار بتاعها كليكي ما فيه، بص المود ما بتستناش ادوس على الزرار، المود مجرد ما بلمس لها الزرار بتبقى عايزه تطير. بالنسبه للالوان بتاعتها هي بتنزل بخمس الوان كلهم جرافيتي ستايل زي ما انتوا شفتوا، مفيش مود شبه التانيه، كل واحده واخده يعني السكه بتاعتها والرسمه بتاعتها، بس المين كلر بيبقى هو واحد، يعني في اللون البلاك والريد هتلاقي بلاك وريد شبه بعض كتير قوي بس مفيش رسمه شبه التانيه، كل واحده مختلفه عن التانيه بديزاين مختلف. ده بالنسبه للالوان بتاعتها، بشعة في ضربتها، سريعة جدا. المود اول ما نزلت بالفيرجن الاولاني اللي نزل فيها كان فيها مشكلتين او كان فيها حاجتين ممكن الناس تشوفها ميزة ممكن تشوفها عيب، الفيرجن الاولاني اللي كانوا نازلين بيه كانت الضربة بتاعت المود تعتبر اقوى من اللي مكتوب لك على الشاشة، كان فيها سنة باور زيادة، فهي كانت يعني لو انت ظبطها على 50 هتلاقي ادائها على 60 زي اي مود تاني على 60. الابديت اللي نزل ظبط القصة دي، ما بقاش فيها مشكلة في الحتة دي. عندك تاني حاجة كانت لما تكون مركب لها اتومايزر يكون في بيلد او الار دي اي بتاعك يكون البيلد بتاعه اقل من ال 1.5، كان لما تيجي تدوس على الفاير بتنقلك على الباي باث اوتوماتيك، فدلوقتي ما بقاش ده موجود، بقت اوتوماتيك تقدر تشغلها على الوات وانت فوق وانت الكويل بتاعك اقل من ال 1.5. فدي كانت حاجتين موجودين كانوا في الفيرجن الاولاني، الابديتنج بتاعها سهل جدا، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن بتاع الفيديو لو انت مش عايز، برضه هو مفيهوش اي مشكله. عجبني ان المود فيها موضوع الاوفر تشارجنج والديسشارجنج بروتكشن، طبعا دي حاجه كويسه انها تحمي الشبايه بتاعتك لو حبيت تشحنها وانت مضطر ان انت تشحنها انترنالي فمش هيبقى فيها اي مشكله، بس طبعا كالعاده بلاش شحن انترنالي. تعالوا ناخد بف وشوفوا الضربة بتاعتها، انا الكويل اللي جوه 0.17 بشرب على 80 واط، مفيش 0.1 سكند، فعلا 0.1 سكند، انا بدوس بالكويل مهما كان المقاومة بتاعته بلاقيه في ثانية نط بقى على طول سخن، يعني دايما كنت اول بف دي انا بقعد انفخ فيها عشان الكويل يكون سخن شوية فاخد الفليفر مستوي ومظبوط، دلوقتي هنا لا، انا بدوس بلاقي الكويل سخن على طول وبلاقي الليكويد طالع مستوي على طول، مش بحتاج اعمل اي مجهود. ضربته مش طبيعيه، ضربته قطر زي ما انا بسمي المدات القطر، هو ده احد القطوره السريعه الخفيفه اللي شبه القطر بتاع اليابان السريع ده، ضربته سريعه جدا. وبس خلاص خلصت كده الريفيو، لان المود بسيطه ما فيهاش اي حاجه، رايي فيها ان المود قوية جدا، قارنتها لكم ما بين البوكسر وما بين المينيكان في الحجم في الشكل في الوزن وشفتوا فروقات الوزن، بجد المود خفيفة جدا، واي حد بيفكر ان هو يشتري بوكسر عشان بوكسر لا، سيبك من ان انت تدفع المبلغ ده كله في البوكسر وروح هاتلك واحدة بوما بجد هتغنيك شكلا وزنا اداء كل حاجة، بس تشويس لاي حد عايز يمسك مود خفيفة او عايز يمسك البوكسر وكانوت افورد التمن بتاعها او مش قادر يدفع فلوسها، بجد ده بيست تشويس، وللي قادر يدفع فلوسها صدقني حرام تدفعها في بوكسر عشان ماتيريال مش الواو، صدقني لو انت ما مسكتهاش مش واو، وكل الناس اللي مسكت بوكسر عارفة انا بقول ايه، ماتيريال مش واو، هي بس شباية وبوكسر مش فاهم ليه.
وبكده يكون انتهى الريفيو النهاردة معاكم. اتمنى ان الريفيو كان عجبكم واستمتعتوا بيه زي ما استمتعت بيه معاكم. حاجة كمان، انتظروا الفلوج الجديد اللي هيتعمل ان شاء الله يوم الاوتنج بتاع حورس جروب. انا رايح وهعمل لكم فلوج من اول ما اتحرك لحد ما اوصل لحد ما امشي. اتمنى ان هو يعجبكم وانتظروني كان معاكم مدنز. متنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب عشان دعمكم هو سر نجاحنا. شكرا لكم ومتابعتكم للقناة. سلام عليكم.